عبر سكايب بينضم لنا خالد العيسى المدير العام لجمعية عطاء للإغاثة الإنسانية. مرحب فيك معنا. كيف تصف الأوضاع في مخيمات النزوح بسبب البرد والثلوج؟ بداية مرحبا بك وبالجمهور الكريم. الحقيقة يعني مشهد يتكرر كل سنة في مع بداية فصل الشتاء، ولكن هذا الشتاء كان قاسيا نوعا ما بسبب العاصفة الثلجية، حيث انتقلنا من موضوع الأمطار والفيضانات إلى موضوع الثلوج وهدم القيام فوق قاتنيها بسبب كثافة الثلوج. الحقيقة يعني اليوم انتشرت فرق الدفاع المدني والفرق التطوعية والمنظمات العاملة في كل مناطق الشمال السوري لمد يد العون، سواء كان بمساعدة الناس من تحت يعني في نفض القيم أو إزالة الثلوج من على القيم، أو تعويض بعض القيم التي هدمت، توزيع آلاف الأطنان من مادة الفحم أو البيرين للتدفئة. ولكن كما ذكر التقرير هناك 200 ألف أسرة تقريبا تقطن في القيام في أكثر من 1700 مخيم، لذلك هذه تحتاج إلى أعتقد جهود جبارة تتعدى قدرة المنظمات. سيد خالد، هل لديك يعني هل لديك رقم حول حجم الخسائر البشرية والأضرار في الخيام؟ للأسف حجم الخسائر البشرية كما ذكر التقرير ممكن عم نحكي ب يعني وفاة 3 إلى 5 أطفال نتيجة هذا البرد، وهي يعني اليوم فقدان طفل واحد هو خسارة كبيرة. الأهم من ذلك هي أيضا معاناة آلاف العوائل. اليوم يعني الأمراض والتهاب الرئة زاد عند الأطفال نتيجة البرد. الأمر لم يقتصر على الخسائر البشرية أيضا، ولكن الخسائر المادية الكبيرة. ولا ننسى أن المعاناة المستمرة، ندخل الآن نحن الأسبوع الثاني في برد قارس في مناطق الشمال السوري. تخيلي أسرة في خيمة لا تقيها أي برد أو تستطيع أن تدفئ نفسها في هذا الجو من 15 يوم. لذلك هناك شح كبير بمواد التدفئة، نحاول الآن إدخال كميات كبيرة من تركيا حتى نستطيع الاستمرار وتجاوز هذه المحنة. وهل هذه يعني المواد آمنة؟ لأنه سمعنا عن يعني حالات حريق تمت في المخيمات بسبب المواد القابلة للإشعال اللي هي سببت بحرائق في الخيمات، يعني وأدى إلى وفيات بعض الأشخاص ومنهم الأطفال. طبعا الخيمة بحد ذاتها هي مكان ليس آمن وليس صحي، هي حل مؤقت ومؤقت لأشهر، ولكن للأسف في الحالة السورية أصبحت هذه الخيمة كأنها حل دائم. الآن 10 سنوات وما زالت الخيام موجودة، وهناك توجه دولي لعدم حل هذه المشكلة. السيد خالد العيسى المدير العام لجمعية عطاء للإغاثة الإنسانية، شكرا لوجودك معنا.